العنصر اللي عايزين ناخده بعد كده هو السلايدر. فبتكتب مثلا variable slider بالشكل ده، هنكتب ctk ctk dot ctk slider بالشكل ده. الماستر هخليه الفريم، وبعدين المفروض انا عايز اعمل سلايدر دوت باك، وهخلي ان هو الباد واي ايكوال 20. طيب دلوقتي لو انا فتحت هتلاقي زي ما انت شايف السلايدر اهو ظهر معاك. طيب السلايدر اللي ظهر معاك ده عايزين نشوف الخصائص بتاعته. في البدايه قبل ما نشوف الخصائص، زي ما انت شايف السلايدر بادئ في البدايه في النص بالظبط، انا عايزه يبقى في البدايه بادئ عند قيمه معينه، ما يبداش في النص. فممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل سلايدر دوت ست واحط القيمه اللي انا عايزها، انا عايزه يبدا من عند ربع مثلا، فخلاص هيبدا من عند ربع الفاليو بتاعته اللي هي الربع. طيب ده كده بالنسبه لازاي اخلي السلايدر يبدا من عند وضع معين. الخصائص اللي موجوده في السلايدر ده تعالى نشوف كده. هتلاقي ان انا مثلا معايا اكيد له ويتس بتاعه، فخلينا نقول 100 مثلا. فزي ما انت شايف كده، كده انت خليت الويتس 100 صغرته يعني، ولكن انت ممكن تخليه مثلا 300 عشان تكبره شويه، فده كده الويتس بتاعه. طيب ممكن هتلاقي ليه خصائص ايه تاني؟ تعال نشوف. هتلاقي ان في خصائص البي جي كولر اللي هو لون الخلفيه بتاعته، فتعال نقوم قايلين مثلا ريد. لو جيت تشوف هتلاقي لون الخلفيه بتاعته هي بقت ريد، ولكن هنشيله مش عجباني. بعد كده هتلاقي ان انت معاك خصائص تانية زي ايه؟ زي البوردر كولر والبوردر ويتس اللي احنا قلنا عليهم قبل كده، والبوتوم كولر اللي هو لون البوتوم نفسه زي ما انت شايف كان ازرق صح؟ انا عايزه يبقى جرين. فتعالى نشوف كده، هتلاقي لون الدايرة نفسها بقت جرين بالشكل ده. طيب تعالى نشوف حاجة تاني. زي ما قلنا في عندنا البوتوم كولر، في عندنا البوتوم هوفر كولر اللي هو لما تقرب منه هيبقى لون البوتوم عامل ازاي. فانا عايزه مثلا يبقى ريد، فانت لو جيت تشوف كده وقرب من الدايرة هتلاقي اهي بقت ريد، واسحبها وشيلها ترجع تاني. ده لون اللي هو الهوفر كولر. ماشي. في خصائص ايه تاني؟ هتلاقي ان انت معاك البوتون لينس. انت مثلا البوتون لينس ده لو انت خليته مثلا 100، ولو جيت تفتح وتشوف هتلاقي ان زي ما انت شايف كده البوتون لينس اللي هو ايه طول الدايره دي، يعني الدايره دي نفسها هي كانت دايره، يعني اللينس بتاعها مش حاجه، لا انت خليته 100 بحيث ان يبقى بتبقى بالشكل ده كده، واخده 100 من ال 300 الويتس اللي انت مديها للسلايدر. طيب تعال نشوف بقية الخصائص اللي عندنا هنا تاني. هتلاقي ان انت معاك هنا الكوماند. الكوماند ده اللي هو ايه؟ اللي هو في حالة ان انت دلوقتي ساحب السلايدر، عايز طول ما انت ماسك السلايدر في كوماند عمال يتنفذ. الكوماند ده انت عايز ايه اللي يحصل فيه؟ فتعالى مثلا نعمل فانكشن هنسميها سلايدر فانكشن بالشكل ده. والسلايدر فانكشن دي هي دي اللي هو هيستدعيها لما انا اسحب السلايدر. فهعمل ديف سلايدر فانكشن، والفانكشن دي بيتمرر لها الفاليو بتاع السلايدر اللي هو قيمه السلايدر، بحيث ان انا ممكن اطبع الفاليو دي اللي هي القيمه بتاع السلايدر نفسه. لو جيت فتحت وعملت كده هتلاقي بيطبع لك فعلا الفاليو بتاع السلايدر اهو، عند دلوقتي 75%، هنا عند 1، هنا عند 0 كده يعني. طيب انت عرفت الفاليو، هل ممكن البروجرس بار اللي احنا حاطينه هنا ده عايز اللي يحصل ايه في البروجرس بار؟ انا اما اقدم ده كده 75% مثلا، البروجرس بار يقدم معايا ال 75%، فدي نعملها ازاي؟ فهنعمل ايه؟ هنقوم قايلين واي اللي هو الفاريبل اللي احنا كنا ممررينه في الفيديو اللي فات للبروجرس بار اللي هو واي. فهنعمل واي دوت ست بقيمه الفاليو دي. فزي ما انت شايف اول ما افتح كده واحرك السلايدر هتلاقي البروجرس بار بيتحرك معايا زي ما انت شايف كده. فكده ممكن تربط السلايدر بالبروجرس بار. فكده انت عرفت الكوماند بيعمل ايه، طول ما انا ماسك السلايدر وبحركه الفانكشن دي بتتنفذ. طيب في ايه تاني؟ في عندنا زي ما قلنا فروم وتو، يعني في عندنا حاجه اسمها فروم وتو. فروم دي اللي هو اصلا هو الديفولت بتاعه ان هو فروم 0 وتو ثانيه تو، عايز اجيبها من هنا عشان اوريها لكم. اهي هتلاقيها تو 1، هي اصلا ده الديفولت بتاعها، ولكن انا عايزها 200. انت عارف اللي هيحصل ايه لو انا جيت اشغل كده؟ لو انا جيت اشغل انت مخلي الفاليو بتاعته في البدايه بربع، بربع دي يعني تقريبا قريبه للصفر، فمش هتظهر ربع زي ما كانت في الاول. شوف قريبه من الصفر اهي،
فدي الفاليو ربع. طب حرك، المفروض اللي فوق ده يتحرك معاك صح، ولكن انت لو حركته هتلاقي البتاع ده وصل مره واحده ل 100. بص كده حركه وصل ل 100 وثبت. ليه كده؟ لان ده الرينج بتاعه من 0 ل 100، انما ده من 0 ل 1. فدلوقتي اي قيمه انا بحرك فيها هنا فهي اكبر من الواحد، ده دي دلوقتي كده 50، دي دلوقتي 70 كده يعني، فاي قيمه انا بحرك بيها اكبر من الواحد فهيفضل على طول ده اصلا اخر واحد، فعشان كده هيفضل على طول 100% زي ما انت شايف كده. فمن هنا تقدر تتحكم من الرينج اللي انت بتعمل فيه، فهنسيبه زي ما هو ان هو من 0 ل 1 عشان يبقى زي البروجرس بار، وشغل هتلاقي ان هو بيتحرك مع البروجرس بار بالظبط. تعال نشوف فيه خصائص ايه تاني. هتلاقي ان انت معاك هنا البروجرس كولر اللي هو السلايدر نفسه، الكولر بتاع البروجرس بتاعه قد ايه. يعني مثلا تعالى نديله هنا الكولر ونقولها شكله هيبقى عامل ازاي. زي ما انت شايف كده لو انا قمت قايل ان هو ريد، هوريك الكلام ده معناه ايه. لو فتحت هتلاقي فعلا اهو البروجرس، لون البروجرس نفسه ريد اهو. طيب زي ما انت شايف ممكن هتلاقي فيه خصائص تانيه برضو، اللي هي زي خاصيه الاف جي كولر. الاف جي كولر دي هتغير لك اللون اللي هو اللي مش بروجرس بقى، اللي هو اللون التاني. فخلينا نقول جرين، فهتلاقي ان اللون التاني اللي هو اللون ده كده هو اللي بقى جرين، ولون البروجرس هو لون الريد ده. طيب تعال نشوف خصائص موجوده ايه تاني. هتلاقي ان انت معاك هنا حاجه اسمها الفاريبل. الفاريبل ده ده المفروض الفاريبل اللي هيتخزن فيه قيمه البروجرس صح. يعني انا مثلا لو خليت الفاريبل ده هو اكس، بحيث الاكس ده لو فاكر هو كان انت فار صح، فده ما ينفعش. ليه؟ لان الاكس ده انت فار، ولكن انا عايز الفاريبل اللي هيتمرر هنا طبعا القيمه اصلا ما بين صفر وواحد فهي دبل، فانا همرر له قيمه الواي بحيث ان الواي دي هي دبل فار. ماشي ماشي. دلوقتي بقى لو انا جيت اطبع الواي دي، يعني انا لو عايز طول ما انا بغير في البروجرس اطبع قيمه الواي، فخلينا دي الفانكشن ايه بتاع البروجرس. خلينا نقوم قايلين برنت واي دوت جيت. فكده اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل انه هياخد قيمه الواي اللي هي قيمه البروجرس اللي هو اصلا كان من نوع دبل فار اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات. فلو جيت تشوف هتلاقي ان هو بيطبع لك قيمه الايه؟ قيمه البروجرس بالشكل ده اللي هو الفاريبل اللي انت مرره. ولكن انت مش محتاج تعمل كده اصلا، لان هو كده كده بيديك الفاليو ايه صح. فخلاص اعمل برنت للفاليو دي، هي نفسها الفاريبل، فانت مش محتاج خاصيه الفاريبل هنا في حاجه.